الرحالة الرومانية إلينا تقطع ما يقارب 60 دولة للوصول إلى العراق وزيارة المعالم الأثرية في سامراء، فتحل ضيفة على فريق شبابي يعرف بصلاح الدين بايكرز. السلام عليكم. مرحبا، أنا إلينا أكسنتا ومعروفة باسم هايلي بايكر في السوشيال ميديا. أنا رحالة عالمية من أصل روماني، ومنذ 3 سنوات وأنا أقوم برحلات حول العالم برفقة فريقي من سائقي الدراجات النارية. لقد عبرت أوروبا ثم دخلت إلى الشرق الأوسط من خلال تركيا، ثم تجولت ودخلت إلى سوريا والأردن والسعودية، ثم تجولت في كافة أقطار الخليج العربي، ثم إلى الكويت، وبعدها دخلت العراق. أصبت في كورونا في أحد الدول الأوروبية، وبعد الشفاء قضيت معظم وقتي وأنا أتجول بين الدول العربية، مما أعطاني فرصة للتعمق والتعرف على حضارات هذه الشعوب الجميلة. أما بخصوص جولتي في العراق فكانت شيقة ومختلفة تماما عن الجولات الأخرى، فكل زاوية فيه كانت تحمل شيئا كبيرا. أنا سعيدة لكوني هنا وسعيدة لحصولي على هذه الفرصة العظيمة للتعرف على كل جوانب هذا البلد الحضاري العريق وعلى شعبه، كيف يعيش بعد كل هذه الظروف التي مر بها، وكيف يمضي قدما، وكيف يبنون حياتهم. لم أقضي أي ليلة في الفندق، كنت بين العراقيين في منازلهم، وهذا هو أساس رحلتي لأكون بتواصل مباشر مع الشعوب، وهذا جعلني أعيش وكأنني أنتمي لهذا البلد. فشعرت بأنني شيئا فشيئا أصبحت عراقية، وكما قلت سلفا هذا الشعور جاء لأنني عشت معهم في منازلهم، أكلت طعامهم، راقبت نمط حياتهم، فأصبحت كأنني جزء من هذا النسيج. It's very important to really know the places from another perspective, not only from the touristical perspective. تستقبل مدينة سامراء بشكل متكرر خلال السنة عددا من الرحالة الذين يزورون المناطق الأثرية للتعرف على الحضارة العراقية. هذا مو أول رحال يجينا أو رحالة اللي يزورونه لمحافظة صلاح الدين ويستقبلهم فريق صلاح الدين بايكرز. يعني عندنا عدد هواية من الرحالين والسواح الأجانب اللي يزورون المدينة سامراء، يعني زارونا مثلا من البرازيل، إسبانيا، من الكويت، من السعودية، من لبنان زارونا، والآن عندنا احنا رحالة رومانية اللي هسه احنا قمنا باستقبالها. احنا ما عندنا فنادق بمدينة سامراء، فاحنا انه نضطر نستقبلهم ببيوتنا، وهذا شرف لنا انه احنا نستقبل الرحالة لنقل صورة المدينة. يعني نحب انه نجيب الرحالة نستقبلها ببيتنا ونقوم بالواجب، وبنفس الوقت ننقل صورة المدينة. يعني بينما يجوب الرحالة مدن العالم ليصلوا إلى مدينة سامراء لرؤية الآثار فيها، تغيب الحكومات عن الاهتمام بهذه المدينة، مما يجعلها تفتقر لوجود الفنادق والمرافق السياحية. من صلاح الدين عبد العزيز السامرائي، قناة دجلة.